السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج قسم نجارة الأساس والصناعات الخشبية النهاردة هنتكلم على مادة مهمة جدا وهي مادة الزخارف التخصصية مادة الزخارف التخصصية دي خاصة بقسم الحفر على الخشب وقسم التطعيم وقسم نجارة الأساس طبعا الصناعات الخشبية بوجه عام بتستفاد من الماده بتاعتنا ديت من خلال تاريخ الفن بتاعنا تاريخ الزخارف على مدار الطرز الترو... بدايه من الطراز البدائي والفن المصري القديم والطراز الاسلامي. النهارده هناخد عصر جديد وهو عصر النهضه وهنتكلم وهنت... على الطرز الانجليزيه. ازاي بدات وازاي ان احنا بنستفاد بيها في تخصص نجاره الاساس وتخصصات الصناعات الخشبيه بوجه عام. النهارده هنتكلم على النشاه بتاعه الطراز في الحقبه الزمنيه ازاي الاساس ده اتطور؟ ازاي ان احنا نقدر نستفاد بماده الزخارف في التخصصات الصناعات الخشبيه بوجه عام؟ ازاي إن النهارده هنقدر نشوف التطور اللي هو وصل وصل له الطراز الانجليزي وازاي قدرنا ان احنا نطوره في العصر الحديث بتاعنا النهارده هنتكلم على الطرز الانجليزيه خلاص بدايه من طراز اليزابيث والتيدور اللي هو بدا من سنه 1485 ل 1605 وهنتكلم على طراز الجاكوبيان واللي بدا من 1603 ل 1689 ونتكلم على ويليام وميري اللي هو بدا من 1689 ل 1702 طبعا الحقب الزمنيه اللي احنا بنتكلم عليها ديت الفترات بتاعتها متقاربه على حسب المصمم او على حسب الملك اللي هو كان ماسك في الوقت دوت والطرس ديت اتسمت باسم الملك او اتسمت باسم الخشب اللي هو استخدم في العصر نفسه يعني مثلا طراز اليزابيث اسمه الارض الجاكوبيان اسمه عصر الارو، طبعا خشب الارو خشب من الاخشاب المعروفه جدا واللي بداوا يستخدموها في الطرز بشكل عام. اما ويليام موميري استخدم عصر الجوز اللي هو خشب الجوز اللي هو بنستخدمه في القشر دلوقتي وكوين ان عصر الجوز وشندبيل عصر المهوجني وهيل بوايت برضه عصر المهوجني واخوان ادم عصر الستان هو وشيربون. طيب هنبدا النهارده وهنتكلم على اليزابيث والتيدور من الطرز اللي هنبدا بيها من عام 1485 لعام 1603 الحقبه الزمنيه ديت يا جماعه شهدت تطور كبير جدا ما بين هنري السادس و الرابع في تكوين قطع الاساس وازاي ان هم قدروا ان هم يطوروا من الاساس وقدروا ان هم يبتكروا ويضيفوا كل طابع خاص بالطراز الخاص بالحقبه الزمنيه ديت او باليزابيث واتدور هنبدا النهارده ونتعرف على نشاه الطراز من خلال منهجنا. اول حاجه الاساس وتطوره، طبعا احنا في قسم جارة الاساس او الصناعات الخشبيه لازم نركز تركيز كويس جدا على الاساس. هنتكلم اول حاجه على الكراسي والمقاعد. هنقول كانت ثقيله ذات زهور مرتفعه او منخفضه ويخلو عليها الاستقامه وكانت الارجل المشكلة بالخرط البصري طبعا الكلام دوت هنعرفه من خلال الرسومات اللي هنعرضها على حضراتكم دلوقتي في العرض بتاعنا طيب او المستقيم وشطوفه الزوايا اللي هي بنقول عليها الحليه او كسر السوكه بالمفهوم بتاعنا الحديث كما استعملت الكراسي ذات المخادع المستقيمه وذات الظهور المفرغه التي والتي بدون ظهر طبعا استخدم الزهور المفرغه واستخدم اللي هي بدون ظهر وهنلاقي طابع الحده شويه في الاستقامه بتاعه المخادع تمام وجزء من الحلايا استخدمه في شطف الزوايا طيب تعال نبص كده ونبص على الكراسي هنبص على الكرسي دوت هنلاقي ان طابع الحده بتاعته طبعا التعشيق بتاعته نقر ولسان اتكلمنا فيها قبل كده إن الطرز ديت قدرت إن هي تستخدم النقر واللسان والكعوب في الشغل بتاع قطع الاساس هنلاقي طبع الاستقامه في الكراسي الموجوده عندنا. هنا الظهر المفرغ زي ما احنا شايفين بالشكل دوت قدر إن يعمل عليه برضه شكل حليه. قدر إن هو يميز أرجل الكراسي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت. تعالى نبص على الكرسي المجوز او الكرسي اللي بدون ظهر كرسي المجوز نفسه نفس الكرسي المفرد ولكن بشكل كبير بنقول عليها دلوقتي الكنبة ولكن بيقعد عليها اكتر من فرد طبعا يتميز بالطابع المستقيم في الخطوط بتاعته والسواسات اللي موجودة في الظهر عندنا بالشكل دوت وفي الجزء الاسفل من قطعة الاساس برضو السواسات الموجودة ماسكة الرؤوس الطولية مع العرضية ذات زي زي الاوائم برضو نفس الكلام وكل دوت متع... متركب بتاع شريقة النقر واللسان آه اللي احنا بيميز الطابع الطراز اليزابيث وتيدور طبعا ده كرسي بدون ظهر كرسي عادي جدا برضه بيسيطر عليه الطابع المخ... المستقيم او الخطوط الحاده ده بدا يستخدم الخرط بالشكل اللي احنا شايفينه عندنا الجزء اللي تحت دوت الخرط البصلي تمام وبدا يستخدم البرامج في عمليه آه شغل ال... ال... الكراسي وهنلاقي برضه هنا عندنا شغل الخرط باين في الكرسي اللي فوق من هنا والمخادع نفسها تعالوا نخش بعد كده على المناضد أو المنضدة بنقول شاع استعمال المنضدة ذات الكرسة المستديرة وكانت ثقيلة ذات أرجل مشكلة بالخرط البصري بصوا يا جماعة احنا في كل الخرط بتاعنا هنلاقي إن الخرط البصري داخل في قلب المناضد والكراسي وقطع الاساس بشكل عام لان ده اللي كان بيميز الطراز اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ومجمل بالحفر يبقى من ضمن الحاجات بتاعه الطراز اللي احنا شغالين فيه دوت شغل الحفر الشكالات تكاد تلامس الارض يعني الشكال نفسه اللي ما بين الجزء بتاع القايم نفسه الفرق ما بينه بسيط تعال نبص على الاشكال بتاعه المناضد هنبص نلاقي ان الشكال هنا اهوت <applause> ده الخرط البصل يا جماعه عندنا اهوت طبعا احنا بنطالب بابنائنا الطلبه ان هم يرسموا رجل واحده في الطراز تعالوا نبص على المنضده هنا برضو الشكال هنلاقيه يكاد يلامس الارض عندنا الخرط البصلي وشغل الحفر اللي هو القيمه بيسيطر برضو على قطعه الاساس عندنا بشكل كبير طبعا بنقول ان ديت منضده بقرصة متحركه ان هي تبدا ان احنا نعمل لها عمليه استطاله طبعا الكلام دوت موجود عندنا في المنهج بتاع العمليات بشكل كبير جدا تعال نبص هنا على المنضده ديت وهنلاقي ان الخرط البصري هنا برضو في الجزء اللي فوق دوت وهنا عندنا القرصه فيها اشرطه فيها قيمه بشكل رائع جدا موجود الكلام ده كله في المتحف المصري <applause> خاصة في وخاصه في الطرز الانجليزيه تعال نخش بعد كده على الأسرة اللي هي السراير من الخشب الأصم ذات أربع أعمدة محفورة ومستقيمة عالية. تعال نبص كده أهيت آدي آه الأسرة خلاص خشب بتاعها أصم بتبقى كتلة واحدة خشبية بيبدأ إن هو يبدع فيها في شغل الخرط بشكل رهيب جدا زائد شغل الخرط إن هو بدأ إن هو يعمل نقوش عليها بشغل القيمة بشكل رائع جدا قدر ان هو يعمل برضو الجزء الاعلى من السرير اللي هي بنقول عليها الغطاء بتاع السرير نفسه اللي فوق دوت بدا ان هو يعمل عليها شغل زي شغل القيمة بشكل رائع زي شغل الدواليب الاسقف والكلام ده كله بس بدا يطور فيها طبعا الطراز دوت بدا يهتم اهتمام كبير جدا بالنقوش الموجوده على قطع الاساس هنلاقي برضو جزء من كرسي جنب السرير في تنجيد وفي ارجل شبه المقص برضو عليها شغل خرط وعليها شغل قيمة نشوف شكل تاني للسرير برضو نفس الكلام اهوت الخرط البصل اللي مسيطر عليها طبعا ده خرط مختلف في نظام البرامج عامله في الجزء الخلفي اللي هي زي شغل المشربيات تمام بدات شغل التطعيم يخش بشكل كبير جدا في جزء الاعلى من السرير تعال نخش بقى على الصناديق والدواليب الصناديق والدواليب ديت يا جماعه بنقول عليها في الطراز الاسلامي او الطراز الفرعوني او الطرز الانجليزيه اي حاجه تحمل تجويف داخلي تسمى صندوق او تسمى دواليب طبعا مستخدم لحفظ الملابس والمقتنيات محلاه بالحفر والزخارف واكاليل الزهور تمام والاشكال النباتيه والهندسيه والتماثيل النسائيه وحشوات تمثل المعارك الحربيه طبعا كانوا بيعملوا الامجاد بتاعتهم والمعارك الحربيه بيمثلوها بشكل رائع جدا على قطع الاساس من ضمنها الصناديق بشغل الحفر سواء الغائر او البارز كانت بتبقى طبعا بتمثل التاريخ بتاعهم وبيقدر ان هو من خلالها يخلد التاريخ بتاعه من خلال الرسومات على طبعا التوابيت من ضمن الصناديق عشان ما نتكلمش على الدواليب بس التوابيت وصناديق الحلي والكلام ده كله بتستخدم جميعا لحفظ المقتنيات طيب تعالى كما استخدم السؤاسات ذات الخرط المستقيم طبعا احنا اتكلمنا على الخرط البصلي بما فيه الكفايه استخدم كمان الخرط المستقيم كما استخدم الخرط والحفر في تشكيل وتجميل قطع الاساس طبعا الخرط والحفر دولت في كل قطع الاساس بنلاقي في كل قطعه اساس لا تخلو من الحفر او الخرط اما التطعيم ففقد استخدامه في اواخر فقد استخدم في اواخر العصر التطعيم استخدم في حاجات بسيطه حتى هنلاقيها في الاسره لما جينا نشرحها لانها في جزء بسيط جدا اللي هو اعلى السرير اما في العصر دوت التطعيم بداوا يستخدموه في اواخر العصر دوت وبدا يستخدموه في الطراز اللي بعده اللي هو طراز الجاكوبيان تعال نبص على الدواليب طبعا الغالب عليها الشكل المستقيم زي ما احنا شايفين طبعا مقسمه تقسيم <applause> اسمه تقسيم تماثلي تمام نفس القصه بالنسبه للدولاب اللي احنا شايفينه دوت طبعا شغل القشره باين في عمليه تجميل قطعه الاساس وهنبص هنا للسكرتوره اللي هي القاعده نفسها نفس الكلام برضو عاملها من الخشب الاصم وبنقول عليه عصر الارو كل شغلنا من خشب الارض طيب تعالى وديت حاجة مهمة جدا في طراز التدور واليزا بس ان احنا نتكلم على مميزات الصناعات الخشبية اول حاجة تميز بيها تميز الاساس بالفخامة والثقل وبساطة التركيب الصناعية يعني ايه الفخامة والثقل يعني استخدم الخشب الاصم بشكل كبير جدا في قطع الاساس مع بساطة التركيب الصناعي يعني استخدم مش تركيب معقدة استخدم النقر واللسان واستخدم التعاشيق البسيطة في عملية التركيب الصناعية بشكل كبير جدا تعال نبص هنا امتازت الكراسي بالظهر العالي ذات الحشوات والكراسي التي بدون ظهر طبعا اتكلمنا على الكراسي وقلنا ان احنا عندنا ظهر عالي وعندنا حشوات وعندنا كرسي بدون ظهر اللي احنا شفناه في الكراسي ده من ضمن المميزات بتاعة الصناعات الخشبية تعال نتكلم تاني ونقول امتازت المناضد بالأرجل الضخمة المشكلة بالخرط البصري والمحلاة بالحفر طبعا يا جماعة احنا لازم نتكلم على مميزات الصناعات الخشبية ونقول ان سواء في العصر الاسلامي او العصر الفرعوني او في الطراز الانجليزي او الطراز الفرنسي دايما يتكلم على مميزات الصناعات الخشبية تبعاً للتخصص بتاعنا تبعاً للايه للتخصص بتاعنا يعني احنا لما نيجي نتكلم على اي طراز لازم يقول لك اذكر خمسه من مميزات الصناعات الخشبيه او المميزات العامه التي تميزها بها الطراز آه اليزابيث او الجاكوبيان او ويليام ميري او بالنسبه للطرز اللي احنا درسناها قبل كده نكمل ونقول رابع حاجه ان الاسره كانت من الخشب الايه؟ الاصم ذات ارجل اربع اعمده وسقفيه. طبعا شفنا الكلام ده بالرسومات ان اربع اعمده وسقفيه اللي احنا شفناها معمول معمول شغل القيمه فيها بشكل رائع جدا. استعمال الخرط لتشكيل معظم الارجل بالخرط البصري، طبعا اتكرر معانا في الكراسي واتكرر معانا في الاسره الخرط البصري بشكل كبير جدا طبعا والخرط المستقيم. استعمل التطعيم في أواخر العصر يعني التطعيم ده كان في أواخر العصر ب... بنهاية العصر بتاع دور وأليزابيس بدأ إن هو يستخدم التطعيم في أواخر العصر استخدم الحفر في تجميل الأرجل وكذلك حشوات الضلف يعني الحفر استخدمه في تجميل الأرجل نفسها زي ما احنا شفنا بيعمل خرط وبيبدأ إن يعمل عليه شغل قيمة بشكل كبير جدا وفي حشوات الضلف طيب تعالى نتكلم تاني الاخشاب المستعمله في طراز اليزابيث والتيدور. اول خشب مهم جدا اللي هو عصر الارو، عصر الايه؟ الارو. كلمه الارو ديت اللي تميز الطراز بتاعنا اللي هو طراز اليزابيث بنقول عليه عصر الارو لان خشب الارو من الاخشاب اللي استخدمها بكثره في الحقبه الزمنيه ديت. وطبعا خشب الارو من الاخشاب الصلبه اللي فيها تجازيع جميله جدا بتقدر ان هي تظهر جمال وجوده الشغل. طبعا مع الارو استخدم الزان والجوز وابو فروه والكريز ولسان العصفور كما استخدم خشب المهوجني في اواخر العصر. طبعا خشب المهوجني دوت تشندبيل وهلبوايط كانوا في 1750 ل 1830 استخدموه بكثره كان اسمه عصر الماهوجني اللي هو بدا بيه العصر اللي بعد آه الجاكوبيان الدهانات المستعمله طبعا لكل طراز لازم آه نركز ابنائنا الطلبه ان يركزوا على كل جزئيه تخص الطراز من دهانات او اخشاب او مميزات طيب الدهانات كان يشطب الاساس بلون خشب الماهوجني باللون الخشب بس ما استخدمش خشب مواجن اللي في اواخر آه العصر لانه كان ندرته وبدات ان الطرز هيلبوايت و ان هم يستوردوه من خارج البلاد. في اواخر آه العصر رغم تنفيذه من خشب الارو يعني احنا نفذنا من خشب الارو ولكن كان لون خشب المهوجني بنقدر ان احنا نعمل بيه التجازيع بتاعتنا بتاعه الاخشاب تعال نبص كده على امثله للارجل طيب عايزين ابناء الطلبه لما تيجي ترسم يقول لك ارسم ثلاث نماذج من ارجل اليزا بس وتدور بترسم الشكل دوت طبعا انت المقاس براحتك بس بتبدا تعمل عليه التقسيم الخطوط بالمسطره واستنبط الدوائر, الدوائر معاك فيها اشكال مختلفه من الدوائر طبعا الجزء الخارط البصري دوت تقدر ان انت تجيبه بالبرجل او تجيبه باستنبط الدوائر وبتقدر ال 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 الاجزاء ديت ان انت تبدا تشكلها الموضوع دوت جميل جدا ان ابنائنا الطلب يتدربوا عليه ويتدربوا على الظل والنور ان يبدا يعمل اتجاه الاضاءه من الوسط او من على الاجناب او من اعلى او من اسفل بتبدا تدي شكل جميل جدا للطراز بتاعنا او شكل الارجل طبعا احنا عندنا ديت اول رجل خرط بصري عندنا الخرط المستقيم عندنا برضو خرط بصري في الارجل ديت وديت خرط مستقيم بيبدا ابنائنا الطلبه يتدربوا عليها ويبداوا يعملوا لها حتى لو انت دخلت الالوان البنيات مع اللون الاصفر في عمليه الظل والنور بيبقى شكل جميل جدا وشكل رائع للغايه تعالى نشوف انواع المفصلات المختلفه بص هنشوف المفصله عامله زي الفراشه بالشكل دوت طبعا كانت خامات بدائيه اللي بيستخدموها خامات النحاس والحديد ديت مفصلة بالشكل دوت طبعا أبناء الطلبة بيقول لك ارسم ثلاث أو نوعين من أنواع المفصلات في طراز إليزابيس والحاجات دي كانت بتميز الطراز بشكل كبير جدا طبعا المفصلات دي بتصنع من الحديد المطروق تعال نبص على الأشرطة اللي هي موجودة في طراز إليزابيس ونبص قد إيه شغل القيمه ظاهر فيها بشكل كبير جدا طبعا الحاجات ديت ابنائنا الطلبه بتوع قسم الحفر على الخشب هيقدروا ان هم يبدعوا فيها لان تخصصهم ابنائنا قسم نجاره الاساس بيبدا ياخد جزء من الشريط دوت عشان يبدا يعرف الاشكال المختلفه لشغل القيمه تعالى قسم الخرط برضو ايه كان ليه جانب كبير جدا معانا وهو بعض انواع القواعد والارجل ديت بنقول عليها رجل برمه يعني احنا لو شلنا جزء بتاع دوت هيبقى برمق نقدر نستخدمه في شغل الخرط وطبعا ديت نوع من انواع الارجل تقدر ابناء الطلبه ان هم يعملوا فيها شغل الظل والنور شغل التجازيع الخشبيه طبعا تعالى نشوف القاعده نفسها ديت ديت قاعده ديت الراس وديت الجزء بتاع الرؤوس الطوليه وديت الأوايب وازاي علاقتهم ببعض تقدر ان انت برضو تعمل الشغل دوت بالمنحنيات اللي بتميز الطراز بكده نكون خلصنا من اول جزء وهو طراز اليزابيث و آ... التيدور واليزابيث نخش على بعد كده على الجاكوبيان وبنقول طراز الجاكوبيان من 1603 ل 1689 وهو برضو عصر الارو زي اليزابيث والتيدور تعالوا نخش ونقول ان الاساس وتطوره طبعا كل طراز احنا بنركز فيه على الاساس وازاي اتطور بنقول استمر الاساس في تلك الفتره بروح الفنانين الاجانب وكانت التركيب الصناعيه بسيطه وكانت للمتانه والضخامه الاعتبار الاول ولم يكن للراحه حظ وافر في الصناعه طبعا هو كان بيهتم بالشكل ما كانش بيهتم بحته الراحه في حتة الأساس نفسه كان بيبدأ أن هو يخش الفنان في الثقل وبيستخدم الخشب الأصم في الشغل بتاعه ما بيقدرش ان هو يبص اللي هو علم الارجوميكس اللي ظهر بعد كده في راحه الانسان ودراسه اطوال الانسان ان هو يبدا يشوف بحته الراحه حته القعده حته ان السرير ده موجود للنوم حته حره استعماله اثناء الحياه هو بس, بس لحته المتان ان قطعه الاساس تبقى عنده متينه وشكلها ضخم اما حته الراحه ديت علم الارجو بعد كده دخل وبدا ان هو يوظف الحاجات دي بشكل كبير جدا تعالوا نخش على المنضده او المناضد تعال نقول ان استخدام المناطق ذات القرص المستديرة وكانت ثقيلة أرض ومشكلة بالخرط البصري ومجملة بالحفر تجاهد تلامس الأرض طبعا قريبة لأن ده كله عصر قريب من أليزابيس والتيدور تعال نبص بقى الجاكوبيان بدأ ان هو يميز الشغل بتاعه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت الشكالات مش تكاد تلامس الارض هي لمس الارض بالفعل الشكال نفسه يكاد يكون ما بينه وما بين الارض ما فيش نبص برضو على بدا ان الحده بتاعه الشغل تقل شويه ولكن الارتفاعات نفسها لو بصينا لها هتلاقيها مش مريحه للانسان نفسه في شغله اللي عمل اليوم بتاعه تعال نبص هنا برضو الخرط البصري باين هنا في الشغل بتاعنا وشغل القيمة باين بشكل كبير جدا وعندنا شغل القيمة في الجزء بتاع الرؤوس الطولية العرضية أما الأرجل فباين فيها شغل الخرط تعال نتكلم على المقاعد بنقول ان المقاعد كانت ضخمه وظهورها عاليه وذات حشوات القوائم والارجل المخروطيه او عدله او مسلوبه وتتصل مع بعضها بواسطه شكالات اذرع الفتوهات وكانت حلزونيه او مستقيمه او ملفوفه واستخدمت الوسائد والسجاجيد على القاعده والظهر طبعا بدا ان هو يعمل اختلاف عن طراز التيدور واليزابيث ان هو بدا يعمل اذرع للفتوهات والخرط الحلزوني والمستقيم وبدا يحط على الوسائد والسجاجيد الوسائد نفسها يبدا يغطيها بالسجاجيد على القاعده والظهر عشان تعمل لراحه الانسان الى حد ما تعال نبص هنا الجزء دوت مهم من الطراز اللي قدامنا دوت الخرط الحلزوني اللي احنا شايفينه دوت طبعا هنعرض لكم في نهايه الحلقه ازاي ان احنا ناخد الارجل ديت وديت برضو استخدمت كارجل هنشوفها في الكراسي بالشكل دوت شايفين رجل الكرسي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت مهمه جدا طبعا الخرط الحلزوني حتى في الشكالات باين بشكل كبير جدا معانا هو سواء في الشكال الاول او الشكال الثاني شغل القيمه باين هنا برضو وشغل الخرط بدا ينوع وبدا طبعا يدخل نوع من انواع التنجيد في القاعده بتاعه الكرسي طبعا الخرط باين ان هو عندي خرط متكرر بالشكل اللي احنا شايفينه دوت طبعا انت مش مطالب ان انت ترسم الحاجات دي بحذافيرها انت مطالب ان انت ترسم ارجل شكل الكرسي بشكل عام ان تختار ابناء الطلبه تختار ابسط الاشكال ديت وتبدا تطبقها <applause> تعالوا نخش على الخزائن والصناديق اللي هي بنقول عليها الدواليب ظهرت الادراج بالخزائن والصناديق والدواليب والبوفيهات ذات طابق واحد او طابقين وقد استخدمت الحشوات الهندسيه وبنوهات المزخرفه لزخرفة قطع الأساس طبعا إحنا الأدراج المتكررة بالخزائن والصناديق ديت ده اللي بيميز طراز الجاكوبيان أو اليعقوبيان وكانت طابق واحد أو طابقين بيقدر إن هو يستخدم فيها شغل البنون اللي هو شغل الفلتات المزخرفه في قطع الاساس بشكل عام تعال نبص شغل الطبق او الطبقين في الصناديق او الدواليب عندنا هنا الادراج المتكرره عندنا طبعا شغل الخرط باين عندنا بشكل كبير جدا شغل الفرنطوم باين عندنا في قطعه الاساس عندنا التناسق والتباين اللي احنا اساس ماده الزخارف والتكرار والتكرار المنتشر والتماثل النصف والتماثل الكلي موجود بكل حزافيره في طراز الجاكوبيان اللي هو عصر الارو هنبص هنا برضو مطبق الاسس الفنيه الجميله جدا في عمليه التناغم ما بين ماده الزخارف عندنا شغل القيمة عامله هنا بشكل رائع جدا وعامل هنا برضو الجزء بتاع التكرار وعملية التوازن بين معانا ما بين الجزء الأيمن والأيسر وعندنا برضو هنا الجزء بتاع الخرط اللي هو يهمنا طيب تعال ناخد سؤال على طراز الجاكوبيان بيقول لك ارسم ثلاث ارجل من طراز الجاكوبيان طبعا انا جايب هنا خمس انواع من الارجل اختار منهم ثلاثه وابدا اتدرب عليهم كويس قبل الامتحان مع شغل الظل والنور هتفرق جدا معانا ان انت تطلع الشغل باخراج جميل جدا وشغل آه بنقول عليه بيميز قسم الحفر او الخرط او شغل النجاره تعالى هنا نبص على الخرط البصري هنا طبعا هتستخدم ادوات هندسيه اللي هي استنبط الدوائر واستنبط المنحنيات وعندي كمان البرجل وبتقدر تتدرب على الخرط البصري او الخرط الحلزوني او الخرط المستقيم وخرط البرامي دوت بشكل كبير جدا هيبدا ان انت تعمل جزء ده تجازيع وتبدا تعمل ظل ونور في الاجزاء بتاعه الخرط <applause> سواء ظل ونور من الامام او من الاجناب تعالى نتكلم على الأسرة اللي هي السراير. كانت لها أعمدة مخروطية أو سقفية عالية بها حشوات هندسية والمراتب محمولة على حبال مشدودة على مدادات السرير بدلا من المول طبعا احنا في العصر الحديث بنقدر إن احنا نستخدم السراير بنركب لها الملل اللي هي بتقدر تحمل المراتب ما بين فخدين السرير. ده كان في طراز الجاكوبيان بيقول لك ان انا هو كان بيجي يعمل حبال حبال مشدوده ومجدوله بحيث ان هي تبقى بديله للمله وان هي تقدر ان هي تشيل المرتبه نفسها طبعا السقفيه بتاعه الاعمده بتاعه الاصرة كانت عاليه بيها حشوات هندسيه الحشوات الهندسيه ديت بدا ان هو يستخدم فيها الاشرطه وبدا يستخدم فيها شغل القيمة بشكل كبير جدا طبعا الاخشاب المستخدمه في الطراز دوت خشب الارو والغرغان والزان والجوز وابو فروه والكريز ولسان عصفور واستخدام ايضا خشب المهوجني. الدهانات المستخدمه كان يشطب الاساس بلون الخشب المهوجني في اواخر العصر رغم تنفيذه من خشب الارو. طبعا هنلاقي في تشابه ما بين الطراز دوت والطراز بتاع اليزابيث والتدور بشكل كبير جدا اللي هو عصر الارو في الدهانات والاخشاب المستعمله. طيب تعالى نخش على طراز ويليام وميري من ضمن الطرز اللي عندنا. طيب الحقبه الزمنيه بتاعته كانت طراز ويليام وميري من 1689 ل 1702 وهو عصر الجوز هنقول ان طراز ويليام وميري دوت تاثر بالطراز او بالفن الهولندي وكذلك بالطابع الفرنسي والصيني والياباني والتيدور والجاكوبيان يعني تاثر بالتيدور والجاكوبيان الطرازين اللي قبل منه وتاثر بالطابع الهولندي اللي سيطر عليه بشكل كبير جدا والطابع الفرنسي طبعا ده من الطرز اللي سيطرت عليه يبقى انا كان الطراز ده سيطر عليه ايه سيطر عليه الهولندي وسيطر عليه الفرنسي والصيني والياباني وطبعا الطرازين اللي احنا درسناهم دلوقتي اللي هو التدور والجاكوبيان نخش على الاساس وتطوره تعالى نقول ان امتزج الاساس الارستقراطي باساس الطبقة الوسطى الطبقة العالية بالطبقة الوسطى واصبح الاساس اخف واسهل في الحمل والتنظيف واتسم بالطابع الحديث مع احتفاظه بالزوايا القايمة طيب يبقى انا كده جمعت ما بين الطبقه اللي هي الوسطى والطبقه العاليه وبدات ان انا اعمل عمليه تخفيف لقطع الاساس وطبعا الكلام ده ما كانش موجود في التيدور والجاكوبيان بدا ان هو يطور في الطراز بتاع ويليام وميري بشكل كبير جدا وهنبص على الطراز دوت ان هو بدا ان هو يدخل عندنا كمان حته البساطه وراحه الانسان بشكل كبير جدا طيب تعال نبص على الكراسي ارتفعت ظهورها بظهور بشكل ملحوظ طبعا دي كانت موجوده في الطرازين اللي قبل كده وكانت مستقيمه او على شكل عفوي منفرد ومزدوج ومحلاه بالحفر او مشغولات بقش الخيروزان او المخادع وكانت مفتوحه للخارج الارجل مخروطه او سماني المقطع ثم اخذت الشكل المنحني طبعا الكلام ده هنشوفه في الرسومات اللي احنا هنشوفها دلوقتي تعال نبص على الطرز بتاعت ويليام وميري ونشوف بدات الانحناءات والاشكال طبعا هنا قش الرز استخدم في الظهور و القاعده وطبعا الخرط المصلوب وهنشوف كمان عندنا نسبه البساطه وحته راحه العين في حته الدورانات بتاعه الكراسي والمخادع نفسها الارجل اهيت ده اللي بيميز ويليام ويرو ونبدا ندرس كل رجل لوحدها بص كده الارجل طبعا ابنائنا الطلبه يتدربوا على الارجل دي في طراز ويليام ويرو مهمه جدا ان احنا نبدا ان احنا ناخد الرجل نفسها ونعمل الشكل باستنبط المنحنيات واقسام الحفر طبعا متدربه على الكلام دوت ان هم بيستخدموا خطوط الفريهان ونبدا نعمل لها شغل الظل والنور تعالوا نخش على المنضدة أو المناضد بنقول كانت صغيرة وخفيفة وقد استخدمها بدلا من مناضد الطعام الضخمة الثقيلة اللي هي في التدور طبعا بدأ أن هو هو طبعا اتسم أن هو خد من الطبع الهولندي نظام الخفة وبدا ان هو ياخد اشكال الخرط من طراز الجاكوبيان واليزابيث وتدور وبدا ان هو يعدل يعني لما بياخد حاجه بدا يعدل في الشكل بتاعه وكانت شكلات المناضد اللي هي بنقول عليها حرف اكس اللي هي متقاطعه خلاص على شكل اكس يعني متقاطعه اللي هي الكراسي اللي هي بتطوى او بتتقفل طبعا ده من الابتكارات بتاعه طراز الويليام وميري وتثبت حلايا مخروطيه فوق التقاطع طبعا فوق التقاطع نفسه عشان ما يديش شكل التقاطع نفسه كان بيبدا ان هو يثبت حلايا مخروطيه تعال نبص كده هنا بص الارجل بتاعه المنضده نفسها برضو بالشكل دوت شكل اسم كاس المقلوب ده اللي ميز عندنا طراز ويليام وميري طبعا الحقبه الزمنيه بتاعته بتاعت ويليام وميري من 1689 ل 1703 طبعا حقبه زمنيه مش قليله ان هو يبدا يطور ويبدا يستفاد من الطرز اللي قبلي منه تعال نبص برضو على المنضده ديت دي اسمها منضده الكتابه طبعا بدا ان هو يخف ان هو الارجل بالبساطه اللي احنا شايفينها جميلة ديت بدات ان هي دي تبقى منضده للكتابه او منضده الطعام شغل الخرط خف منها كتير جدا بدا ان هو يستخدم الشكالات حتى على شكل خرط طبعا شغل الخرط لما بيخش في شغل بيدي ناحيه جماليه وبيبدا يخفف من قطعه الاساس طبعا عكس الطرازين اللي قبل كده هنبص هنا هنلاقي ان انا عندي الدرج اهوت بدا يستخدمها كذا استخدام منضده ذات درج وذات ارجل مخروطيه تعال نبص بقى على أشك... اشكال الارجل عندي رجل شكل الكاس المقلوب والحلزونيه طبعا هنبص للرجل ديت يا مستر انت وريتها لنا قبل كده في طراز الجاكوبيان طبعا هو واخد من طراز الجاكوبيان اللي هو الخرط الحلزوني بدا ان هو يتسم بيه برضو ويقلد من الطراز اللي قبله وهنا برضو شكل الخرط المسلوب بالشكل دوت شكل سوماني الشكل دوت اللي ميز الطراز بتاع الجاكوبيان عندنا اللي هو الخرط السوماني تعال نتكلم على الأسرة كانت ذات أعمدة مخروطية تتميز بالرشاقة طبعا كل حاجة هنا بدأ ان هو يخف وبدأ يتعلم من العيوب اللي وقع فيها الطرازين اللي قبله وبدا ان هو يميز الطراز بتاعه بعمليه الخفه وبدا يتجنب حته الثقل وان هو ما يهتمش بالراحه الراحه في الاستعمال تعال نبص نقول ان هي الارجل بتاعه القصر طبعا ارجلها مخروطيه بالشكل دوت في انسيابيه <applause> طبعا ده شكل مخدع لراحة الإنسان لأنه اهتم بالراحة بشكل كبير جدا هنلاقي الخرط الحلزوني بدأ أنه يدخله هنا برضو في المخدع هنلاقي الخرط المستقيم موجود وشغل القيمة موجود في الشكلات وبدأ أن هو يدخل شغل القيمة في عملية الشكلات بشكل كبير جدا اللي هو شغل الحفر الغائر أو البارز الدواليب اللي هي بنقول عليها في الطرز الصناديق. بنقول على شكل صندوق متعدد الادراج محمول على منضده ذات ست قوائم الدواليب المرتفعه او اقل حجما ولها درجين او ثلاثه. يبقى انا عندي درجين او ثلاثه محمولين فوق اربع قوائم ومحموله ذات اربع قوائم الدولاب المنخفض او الدولاب الطويل وهو خليط ما بين النوعين السابقين يعني هو عمل دو تعال بص ركز هنا منضدة ذات ست قوائم وعمل ذات اربع قوائم. عمل في في الدولاب نفسه مرتفع وعمل اقل منه حجما. ماشي؟ في حاجة تحمل درجين او ثلاثه محمول ذات اربع قوائم او العكس، وفي نوع بقى جمع ما بين السو... النوعين دولت اللي هو الدولاب اسمه الدول... الدولاب الطويل خليط ما بين النوعين السابقين وبه خزانه وادراج صغيره ترتكز على حامل عريض. اللي هو بنقول عليها السكرتوره. تعالى نبص هنا هنا مجموعة أدراج أهيت طبعا شكل كاس المقلوب وشغل للأيمة وشغل الخرط باين معانا في الطراز بشكل كبير جدا تعال هنا ونقول دوت أبو ستة أرجل ده ستة أرجل اتنين أربعة ستة ودوت نفس الكلام طبعا مش شرط ان هو يعمل عملية الارتكاز من الخلف او من الامام طبعا على حسب الاصول الصناعية ان انا لازم قطعة الأساس على حسب استخدامها إن المفروض يدعم ولكن في الطراز دوت بدأ إن هو يركز على الطابع المعماري بشكل كبير جدا في الشغل بتاعه حتى هنلاقي إن الدخول بتاعة أو توزيعة الأرض بالشكل دوت سيطر عليها طابع معماري وهنبص هنا برضو الفتحات بتاعة قطعة الأساس بالشكل دوت وبدأت إن هي يستخدم فيها الضلفتين موجودين وضلفة جانبية وفي ضلفة الناحية التانية يعني أربع ضلف موجودين في عملية الدواليب تعال نخش نشوف الدلايات بقى بشكل كبير جدا هنا ديت مقبض او مقبض هنا بيبقى فيه دلايات لسحب الادراج وسحب الضلف تمام الدلايات دي اللي بتميز الطراز اللي معانا اللي هو وليا وميري بتبدا تاخد نوعين منهم وتتدرب عليهم كويس ونعرف الاسئله بتيجي عليهم ازاي ارسم انواع من انواع الدلايات الموجوده في طراز ويليام وميري ديت حاجه من الحاجات اللي ابنائنا الطلبه لازم يتدربوا عليها بشكل كبير جدا تعال نتكلم على البوفيهات كانت لها ظرفه تفتح لاسفل تستخدم للكتابه السكرتيره طبعا ظرفه السكرتيره ديت من الظروف اللي احنا للوقت الحالي بندرسها في منهج العمليات وبتطبق بشكل كبير جدا في المكاتب بتاعه المحاماه ومكاتب المحاسبه خلاص ومكاتب القضاة. الحاجات دي يا جماعه كانت من الحاجات اللي اخترعها او ابتكرها في عصر الملك اميري اللي هي بنقول عليها والفنان المبدع بتاعنا ويليام انه قدر يعمل شكل الضرفة السكرتيره اللي هي بنستخدمها وبنبدا ندرسها لابنائنا الطلبه وكانت الضرفة ذات حشوه طبعا حشوه زجاجيه او حشوه خشبيه وادراج سفلى ودولاب علوي بوجه زجاجي لحفظ الكتب طبعا الشكل دوت مع العصر الحديث بدا ان احنا نطوره شويه تعال نبص بقى على مميزات الصناعات الخشبيه في طراز ويليام وميري اول حاجه بنقول ارتفعت الظهور بشكل ملحوظ وكانت مستقيمه او على شكل عقود العقد طبعا احنا عندنا العقد المدبب او العقد آه المحدب العود اللي احنا درسناها في الطرز الاسلاميه بنبدا ان احنا يستفاد بيها الطراز بتاعنا اللي هو ويليام مير ويبدا يطبقه في شكل الظهور بتاعه الكراسي طبعا كانت العود نفسها مفردة او مزو... مزدوجه او محلاه بالحفر او مشغولات بقش الخيروزان او المخادع وكانت مفتوحه للخارج طبعا لقينا الكلام دوت في شكل الكراسي والأرجو المخروطه او ثمانية المقطع ثم اخذت الشكل المنحني اصبحت قطع الاساس اقل حجما واخف واسهل في الحمل في والتنظيف طبعا الجزئيه ديت اللي هو تجنبها من حته الطرازين اللي احنا درسناهم قبل كده بنقول كانت الزوايا العلب قائمه عدا العقود المتعدده الاقواس طبعا العقود المتعدده الاقواس بتدي شكل انطباع جميل جدا للطراز بتاع ويليام وميري. بنقول ان زوايا العلب قائمه ما عدا العقود، يعني كانت الزوايا نفسها شكل قائم من زاويه اللي هي القايمه شكل علبه عادي جدا بنبدا نركب فيها حشوات. استخدم او استعملت المقابض المعدنيه المدلاه للادراج اللي هي فيها الدلايه اللي احنا شفنا الاشكال بتاعتها المختلفه اللي بتميز الطراز بتاع ويليام وميري. استخدمت عشيقة النقر واللسان وكذلك الكوايل لتجميع الإطارات طبعا آه لازم نفهم يا جماعة أن التزام الطرز الإنجليزية بحتة النقر واللسان والكوايل إحنا بنستخدمها في العصر الحديث بشكل كبير جدا يعني إحنا في عشرين واحد على مدار الحقبة الزمنية ديت كلها لغاية القرن الواحد 21 بنبدأ نستخدم التعاشيق اللي استخدمها الطرز الانجليزيه وكان طبعا قبلها الطراز الاسلامي او الطراز الفرعوني بداوا ان هم نستفاد بالناس ديت لان ابتكارهم للتعاشيق ديت كان من خلال مصممين سواء ويليام وميري في ابتكارهم لتعشيق النقر واللسان حتى في المسطحات اللي هي الخشب بنقول عليه نص مصنع اللي استخدمناها في العصر الحديث بنستخدم الكوايل الكويله ديت أداة لربط أجزاء قطعة الأساس ماشي طيب شوف كام سنة عدت على العصور ديت وما زلنا في القرن الواحد والعشرين بنستخدمه طبعا وفرة الأخشاب في العصور ديت كانت بتقدر تخليهم أنهم يعملوا قطع أساس ثقيلة ما بتفرقش معاهم طبعا في العصر اللي احنا فيه دوت بدأنا أن احنا نتجه للأخشاب النص مصنعة والأخشاب المصنعة ولكن بالتراكيب الصناعية اللي احنا مازلنا بنستخدمها اللي هم الفنون الجميله ديت قدرت ان هي تقدر توظف لنا الشكل بتاع التويله او شكل النقر واللسان وطبعا التعشيج الغنفريه خدناها من الطراز الاسلامي وبدانا ان احنا نطبقها. طبعا الهدف من دراسه الزخارف او الطرز الانجليزيه مش ماده علميه انت بتاخدها وبتمتحن فيها وخلاص انت بتعرف تاريخ الفن بدا منين انت شغال دلوقتي على ما يعني على التاريخ بتاعنا ان احنا بنقول لما اجي اقول لك هو النقر واللسان ده مستر اللي احنا بنستخدمه في ماده العمليات او ماده الرسم الفني او بنبدا ان احنا نشكله على الماكينات بتاعتنا وبنبدا نعمل بيه التركيب الصناعيه بتاعتنا كان اصله ايه طبعا لازم تبقى مش هنقول ده ابتكار العالم فلان او الكلام ده كله دي مجموعه فنانين قدروا من العصور اللي قبل كده ان هم يبتكروها ونقدر ان احنا نطبقها في قطع الاساس طبعا لما بنشوف الشكل بتاع المنحنيات بتاع الطراز ويليام وميري او الجاكوبيان او اليزابيث بنقدر ان احنا ناخد الشكل التراثي دوت وبنبدا نطوره في الشغل بتاعنا ما زالت الاصول عندنا او الاماكن الفارهه بتستخدم المنحنيات بتاعه الطرز الانجليزيه وكانت قبلها طبعا التراث الاسلامي بيبدا ان هو شكل بيه الاساس بتاعه ويبدا ان هو يطور فيه طبعا الماده نفسها احنا مش بنمتحن فيها وخلاص وشكرا والسلام عليكم خلاص المادة كده لا المادة بتبدأ ان احنا تضيف عندنا روح الفن وروح الاحساس ان انت ازاي توظف مادة الزخارف ديت بشغلها بفكر العصور بتاعت المصممين ديت في الشغل الحديث نستكمل بقية المميزات بتاعة الطراز ويليام وميري <applause> تعال نقول ان كانت الدواليب والصناديق متعدده الادراج ومحموله على قاعده ذات ست او اربع ارجل يبقى كانت الدواليب والصناديق متعدده الادراج محموله على قاعده ذات ست او اربع ارجل ظهرت الظروف السكرتيريه التي تفتح لاسفل للكتابه عليها طبعا الظروف السكرتيريه ديت من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في العصر بتاعنا ده استخدمت مناضد الطعام الصغيرة البسيطة بدلا من مناضد الطعام الضخمة طبعا لتلافيها للطرازين اللي قبل كده استخدم الخرط الحلزوني لتشكيل الارجل والقوائم، الخرط الحلزوني طبعا دوت من الخرط اللي هو بدانا ان احنا نشوفه في الاسره والكراسي بشكل كبير جدا. استخدم التطعيم على وجهات الخزائن كما شاع استخدام القشره الخشبيه. طبعا القشره الخشبيه احنا بنقول عصر الجوز اللي هو عصر خشب الجوز اشتهرت الارائك اللي هي الكنب الاريكه نفسها اللي هي الكنب ذات المقعدين او الثلاثة طبعا دي كلها من المميزات بتاعه الطراز بتاع ويليام ومير تعال نشوف الدهانات المستخدمه او المستخدمه المستعمله في الطراز ويليام ومير طبعا اللقر الصيني لان هو تاثر بالطراز الصيني والهولندي بتصميمات ذهبيه على ارضيات سوداء غنيه باللون الازرق والاحمر والاخضر طبعا الكلام ده بنشوفه في المتحف المصري بشكل كبير جدا بنقدر ان احنا نشوف قد ايه الالوان ديت ما تاثرتش من خلال الحقبه الزمنيه اللي هي بتاع طراز ويليام وميري من 1689 لغايه 1702 المقعد مدهب ومدهوم بالزيت لتتماشى مع لون قماش تنجيد طبعا ديت من براعة التصميم اللي قدرت ان ويليام وماري ان هم يبدعوا فيها بشكل كبير جدا ان قدر يستخدم القماش المذهب بالزيت لتتماشى مع التنجيد دهنات بعض قطع الاساس بالشمع الخشب مباشره بعد ذلك استعملت الجمالك على اشغال القشره بتلميعها بالشمع، طبعا الطريقة ديت حديثة جدا بنقدر إن إحنا نستخدمها في شغل الجمالكة وشغل الأسطر بشكل كبير جدا طبعا آه اللي هو المصدر بتاعها دودة الأز. الأخشاب المستعملة طبعا شاع استعمال خشب الجوز بالإضافة إلى الأرو والصنوبر والأرز وأبو فروة والزان والأبانوس وقشرات خشبية التفاح والبأس وغيرها. طبعا يا جماعه احنا من خلال دراسه منهج الزخارف قدرنا ان احنا نتعرف على اول ثلاث طرز من الطرز الانجليزيه وهو اول طراز اليزابيث والجاكوبيان واخيرا وي طراز ويليام وميري قدرنا ان احنا نعرف من خلالهم طبعا احنا عندنا ما يقرب من ثمان طرز في الطرز الانجليزيه طبعا آه نقدر ان احنا نستفاد من كل جزئية ونقدر نعمل مقارنات نقدر نجيب لوحة ونبدأ نعمل مقارنة ما بين الطراز دوت آه سواء اليزابيث او التدور او الجاكوبيان او وليا وميري وبعد كده ناخد اخوان ادم وتشنبيل وهالبوايت نقدر ان نعمل لوحة مجمعة زي ما احنا كنا طلبه كنا بنعمل نجيب لوحه ونبدا ناخد الارجل في الطراز دوت ونبدا نرسمها وناخد الارجل في الطراز دوت ونبدا نقارن ما بين الطرز ديت ونشوف الطراز دوت اتميز بالطبع ايه طب الطراز ده اتميز بالطبع ايه طب ايه اللي ضاف الطراز ده بعد الطراز دوت طب استفاد ايه طب نقط القوه نقط الضعف قدرنا ان احنا نعمل مزج ما بين الطرز ديت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت ازاي تقدر ان انت تبدع في التخصص بتاعك من خلال ان انت بتستعرض على لوحه تعملها ل... انت مش بتتعلم عشان تاخد شهاده وخلاص انت بتتعلم عشان تقدر تضيف في شخصيتك وتقدر تتعلم معاك طبعا احنا من خلال الطرز الانجليزيه اللي احنا درسناها النهارده هنستكمل حلقاتنا اللي جايه ان شاء الله في وقت لاحق مع الطرز الانجليزيه عندنا بيت الطرز الانجليزيه ثلاث طرز هندرسهم في الحلقات السابقه كنت معكم استاذ احمد عقل ماده الزخارف للصناعات الخشبيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته